السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تالتة ثانوي ولغات. النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة إجزام 11. يلا نبدأ بسم الله. بيقول لي هنا number one for assuring the production of the largest amount of milk، الإنتاج أكبر كمية من الحليب. scientists seek for using certain technique، بيستخدموا طرق معينة for increasing this production. طبعا إنتاج الملك ده خاص بالفيميلز، تمام، بتاعة الكاتل مثلا. Which of the following techniques is used for achieving this purpose؟ ايه التقنية المستخدمة؟ هل ان هما separating sperm with chromosome Y؟ اقوله الكروموزوم Y ده بينتج ميل، والميل ده من اجل انتاج الميت مش الملك، من اجل انتاج اللحوم. طيب reserving gametes in liquefied nitrogen؟ لا، احنا عايزين نفصل الكروموزوم اهو separating sperm with chromosome X. ليه؟ لان الكروموزوم X ده هو اللي بينتج مين لما بيحصل فرتلايزيشن مع الاوفم، هو اللي هينتج فيميل، والفيميل هي الخاصه بانتاج الملك، فتبقى الانسر نمبر سي. فرتلايزيشن اوتسايد ذا يوترس، لا، هي كل الفكره ان احنا عايزين نعزل الكروموزوم اكس على الجميت اللي فيه الكروموزوم اكس، السبيرم اللي فيه الكروموزوم اكس، عشان يعمل فرتلايزيشن للاوفم، وبالتالي يبقى من المؤكد ان اللي هيتم انتاجه هو الفيميل، تمام. طب نيجي بعد كده النمبر 2. بيقول لي the opposite diagrammatic figure represent a part of a myofibril of a skeletal muscle. If we supposed that، لو افترضنا ان ال one sarcomere contain 5 myosin filament، الواحدة القطعة الواحدة من دول السركومير، انت عارف المسافة بين 2 زد لاين، يعني ده كده اي واحد من ده بيعتبر زد لاين، ده زد وده زد وده زد وده كمان. طب المسافة دي كده اسمها سركومير. طب السركومير الواحدة بتحتوي على ايه؟ على 5، 1 2 3 4 5 5 myosin ايه filament. How many complete myosin filament are appeared in this figure؟ طيب يلا نشوف كده مع بعض. انا عندي كام ساركومير؟ 1 2 3 4، 4 ساركومير 4، والواحده فيها كام لاين هنا من المايوسين؟ فيها 5، 5 باي 4 ايكوال 20. يبقى انا عملت ايه؟ عرفت عديت القطع اللي عندي، قلت دي القطع كده الساركومير نمبر 1، ودي نمبر 2، ودي نمبر 3، ودي نمبر 4، الاخيره ما اخدناهاش عشان مش كومبليت، تمام، وبيدور على الكومبليت. فانا هنا هم 4 وكل واحده فيها 5، فيها 5 مايوسين، فعملت 4 باي 5 ايكوال 20. طب نمبر 3 نشوف كام مع بعض. بيقول لي هنا which of the following doesn't affect the production of detoxifying enzyme، ما بيأثرش على انتاج اللي هي انزيمات نزع السميه. طب نشوف كده. اول حاجه decrease in the non protein amino acid، النقص في الاحماض الامينيه الغير بروتينيه زي السيفالوسبورين والكانافاناين، ملهاش علاقه ان دي انتي مايكروبيال كيميكالز، واحنا بنتكلم عن انتي مايكروبيال ايه؟ بروتين. يبقى انا هنا دي ملهاش علاقه. لكن the presence of receptors on the cell surface، ايوه وجود الريسبتورز ده هو اللي ريكوجنايز مايكروب، اللي بيتعرف على الميكروب او بيدرك وجود الميكروب، وهو اللي اكتيفيت او ستيمولييت بلانت اميون ديفنس، اللي هي الدفاعات بتاعه النبات. طيب نمبر سي هنا the absence of ribosome from the cell، ياثر ليه؟ لان الريبوسوم ده مكان تخليق البروتين، وانت عارف ان الديتوكسيفاينج انزيم ده عباره عن بروتين، فكده هيتاثر، تمام. طيب نمبر دي هنا بيقول لي decrease in the protein amino acid، ليه؟ لان هنا الديتوكسيفاينج انزيم دي بروتين امينو اسيد، بتتكون من بروتين امينو اسيد، فكل ده هياثر معاه ده النون بروتين امينو اسيد. طب نيجي لنمبر 4 ونشوف كده مع بعض. بيقول لي from the opposite graph what is the hormone that is responsible for adjusting the position from x to y. طب نبص كده، بيقول لي amount of glycogen in muscle، نركز فين؟ في المصل، وده كده normal amount of glycogen، ومن x ل y كمية الجلايكوجين هنا قلت. اللي يقلل كمية الجلايكوجين في المصل مين؟ الجلوكاجون ولا الادرينالين؟ لان هما دول الهرمونين اللي بيشتغلوا على ان هما بينقصوا كمية الجلايكوجين. طالما في المصل يبقى ده الادرينالين، يبقى الانسر بتاعتي هتبقى نمبر دي. طيب نكمل عندنا هنا نمبر 5. بيقول لي the vegetative reproduction، التكاثر الخضري is one of the asexual reproduction forms، احد اشكال التكاثر اللاجنسي in plant where one branch of the plant can be taken and planted again in the soil، يعني ممكن ناخد فرع من النبات ونزرعه مرة تانية في السويل. then a new plant grows، النبات الجديد بينمو. if a branch of grape plant that produces seedless، اللي بينتج ثمار بدون بذور seedless fruit is cultivated،
What is the importance of this type of reproduction؟ ايه اهمية نوع التكاثر ده اللي هو الاسيكشوال ريبرودكشن اللي هو الفيجيتيتيف ريبرودكشن، اهميته ايه؟ هل producing seeded grape fruit؟ لا، طالما النبات الاصلي seedless وده asexual reproduction يبقى النبات الجديد برضو هيبقى seedless. number b producing large size grape fruit، هيجيب الثمار تبقى حجمها كبير، لا هو هيديني نبات زي الاصل بالظبط. طب نيجي لنمبر سي، بيقول لي producing identical plant to the original plant، انتاج نبات مطابق للنبات الاصلي، فانا هنا بقول له اه طبعا لان ده asexual reproduction والانسر بتاعتي هتبقى نمبر سي، فده asexual reproduction. والasexual reproduction بيعتمد على الميتوتيك ديفيجن، وما انه بيعتمد على الميتوتيك ديفيجن فالنيو انديفيديوال هيكون typical او identical to the parent. اما نمبر دي producing new strain، لا مش هتنتج سلالات جديدة، هيطلع نفس النبات. طيب نيجي بعد كده النمبر 6 نشوف كده مع بعض، بيقول لي if a child is subjected to an injury، لو طفل تعرض للإصابة in his arm في ذراعه which led to the wound contamination with a kind of bacteria، يعني الجرح ده تلوث contamination يعني حصل له تلوث بنوع من البكتيريا. If بيقول لي هنا if you knew that this bacteria resists the action of mast cell، بتقاوم تأثير الخلايا الصارية، الماست سيل اللي هي بتنتج مين؟ الهيستامين، هو بيقاوم الخلايا اللي بتنتج الهيستامين that are present in the infected tissue اللي موجودة في النسيج المصاب. What does this bacteria do؟ طب البكتيريا دي كده بتعمل ايه؟ هل preventing the occurrence of inflammation at the wound site، بتمنع حدوث الالتهاب، هو طالما في جرح بيبقى في التهاب، بس هو ممكن تكون اساسا طالما هي بتقاوم الاكشن بتاع الماست سيل، انا بسأل نفسي هي الماست سيل دي بتعمل ايه؟ بتنتج الهستامين. طيب ممكن نقول preventing the production and releasing of histamine، اه يبقى هنا منع انتاج وخروج الهستامين، لان هي بيقول لي البكتيريا دي بتضاد عمل الماست سيل، وعمل الماست سيل انها تنتج هستامين. تمام، يبقى preventing الاجابة دي افضل، اللي هي preventing the production and releasing of histamine. طب stopping the division of mast cell، هتوقف انقسام الماست سيل، ولا stopping the interferon secretion، طبعا الانترفيرون ده ما يتمش افرازه غير من infected cell with virus، من الخلايا المصابة بالايه؟ بالفيروس. فهي اقوى اجابة تنفع للبكتيريا اللي بتضاد او بتقاوم فعل الخلايا الماست سيل اللي هي الصارية اللي هي بتنتج الهستامين، انها توقف انتاج وخروج الهستامين. تمام، نيجي لنمبر 7 نشوف كده مع بعض، بيقول لي ايه بقى في نمبر 7؟ هنا بيقول لي which of the following its genetic material isn't transcribed before translation، يعني ايه؟ ما بتتنسخش قبل الترجمة. طيب احنا عندنا هنا اي حاجة مادتها الوراثية دي ان ايه؟ لازم يحصل لها transcription الاول ل RNA زي ال mRNA، وبعد كده يحصل translation. طيب امتى بقى ما يحصلش الترانسكريبشن قبل الترانزليشن؟ لو هي مادتها الوراثيه اوريدي ار ان ايه. يعني لو انت بصيت في الاجابات هتلاقي عندك البكتيريوفاج مادته الوراثيه دي ان ايه، اليست فانجس مادتها الوراثيه دي ان ايه، السبايروجيرا الجا مادتها الوراثيه برضو دي ان ايه، امال الانفلونزا فيروس؟ لا، الانفلونزا فيروس مادتها الوراثيه هي ار ان ايه، وهي دي اللي هتبقى الاجابه بتاعتي، اللي هو بنقول ما بيحصلهاش ترانسكريبشن بيفور ترانزليشن لان هي اوريدي على هيئه ار ان ايه. طيب نكمل، عندنا هنا question number 8، بيقول لي هنا which choice in the following isn't correct about the secretion of each of thymus gland and salivary gland، مين مش صح؟ عايزين حاجة مش صح عن انتاج الثيمس جلاند وسليفري جلاند. طيب جايب لنا الثيمس جلاند سيكريشن وسليفري، بيقول لي هنا ان هما الاثنين عندهم اميون رول، اه طبعا اخدناهم في المناعه، الثيمس جلاند بتنتج هرمون الثيموسين اللي بيعمل على الماتوريشن والديفرنشيشن اوف تي سيل، وكمان السليفري جلاند بتنتج انزيم ودي لها دور طبعا في هضم الميكروبس او كده، فبرضه بنقول هافينج اميون رول. طيب الثيمس جلاند بتطلع هرمون اه ثيموسين، والسليفري جلاند برضه بتطلع انزيم. طب الثيمس جلاند سيكريشن بتبقى لوكالايزد يعني في مكانها، محليه في مكانها؟ لا طبعا، انت عارف ان الهرمون بيمشي فين؟ بيمشي في البلاد، فما ينفعش اقول لوكالايزد. طب السليفري جلاند السيكريشن بتطلع فين؟ في الماوس في مكانها، دي بنقول لي ان لوكالايزد، لا هي لوكالايزد، فهنا هتبقى دي هي الاجابه بتاعتي اللي هي نوت كوريكت. نمبر دي بيقول لي داكتلس يعني لا قنويه، وداكتل يعني ايه؟ قنويه. طبعا الهرمون داكتلس طبعا بيمشي في البلاد، فهو
بما ان هو بيمشي في البلاط فبالتالي فهو داكت ليس. اما السليفري جلاند دي بتمر من خلال داكت وبتصب في الماوس فهي داكتل. تمام. What is the direction of polymerase enzyme action during the replication process of DNA regarding two original strand؟ يعني عايز الاتجاه بالنسبة للشريطين الاصليين. طب يلا نقول مع بعض. هو عايز اتجاه البوليميريز انزيم. مش احنا عندنا شريطين، شريط منهم بيبدأ من 3 وينتهي عند 5، والشريط التاني بيبدأ من 5 وينتهي عند 3 داش. تمام كده. طيب يبقى انا هنا لما نيجي نشوف كده، انا عندي الشريط اللي بيبدأ من 3 ل 5 بيجي البوليميريز انزيم دي ان اي بوليميريز يشتغل قصاد في الجهة التانية بيروح من 5 ل 3. تمام. فاحنا لما نيجي نشوف اتجاه الشريط ده هتقول لي اتجاهه ناحية 3 داش، بس هو ما بيقوليش بالنسبة للشريط الجديد ده، نيو ده الجديد اللي اتنسخ. تمام. هو ما بيسألنيش عند ده رايح في اتجاه 3 داش، هو بيقول لي بالنسبة للتو اوريجينال ستراند. طب لما اقيس ده على الشريط الاصلي هلاقي 3 دي قصاد مين؟ 5. يبقى الاتجاه بتاعي 5 داش، فاختار توورد 5 داش اند. واحد يقول لي طب ده بالنسبة للشريط الاول، طب بالنسبة للشريط الثاني؟ طب يلا نشوف بالنسبة للشريط الثاني. انا عندي الستراند الثاني بيبقى اتجاهه من 5 ل 3 داش. طب لما بيجي يتبني قصاده، طبعا انت عارف ان البوليميريز انزيم ما بيبنيش في الاتجاه اللي هو من 3 ل 5، يعني المفروض ان هنا في شريط قصاده هيبقى من 3 ل 5 داش. تمام. طيب هل عندنا البوليميريز انزيم بيشتغل في اتجاه من 3 ل 5؟ لا، بيشتغل من اتجاه اللي هو ايه، من 5 ل 3. فلما يجي يتبني الشريط ده هيتبني ازاي؟ من 5 واحنا رايحين على 3 اهو، في اتجاه من 5 ل 3، يبقى هيمشي في نفس الاتجاه بتاع مين؟ بتاع 5 داش اهو. يبقى من 5 وانا رايح على 3، من 5 وانا رايح على 3. لو انت بصيت على الاتجاه ده هتلاقيه في اتجاه مين؟ 5 داش. يبقى ساعتها توورد 5 داش اند. تمام كده. طيب بيقول لي هنا في نمبر 10 بيقول لي the opposite figure represent the male gamete of two different kind of living organism. اللي قدامي ده ميل جميل، طبعا ده السبيرم بتاع الهيومن، وده ممكن حاجة زي السليتد سبيرم مثلا، يعني هو بيقولي بتاع living organism محددش. What is the difference between the two gametes؟ The ability to move. لا ده بيتحرك بالتيل، وده عنده حاجة زي السلية مثلا بيتحرك بيها، يبقى الاتنين بيتحركوا. The chromosomal set اكيد ده N وده كمان N. طب ذا مين اوف لوكوموشن؟ اه الاولاني ده بيتحرك بالتيل، ده ممكن يكون ده ممكن تكون الحاجه دي سيليا زي السيليتد سبير. ذا بريزنس اوف نيوكليس، هما الاثنين عندهم نيوكليس. تمام. بيقول لي هنا في نمبر 11 there are two methods for treating the diabetic patient. في طريقتين لمعالجه مرضى السكر. where the insulin that is extracted from the cattle pancreas is used، اللي هو الانسولين المستخلص من بنكرياس الماشيه بيستخدم. and the production of insulin by using bacteria، والانسولين المستخدم بانتاج عن طريق البكتيريا، بينتج عن طريق البكتيريا. which of the following means can be used for making sure of the effectiveness، يعني فاعليه اللي يأكد لي فاعلية الـ extracted insulin from the cattle pancreas. طب أنا أتأكد من الفاعلية بتاعته دي إزاي؟ عن طريق إن أنا by measuring the insulin amount that is produced from the cattle pancreatic cell، أقيس كمية الإنسولين المنتجة، ولا عن طريق hybridizing تهجين الجين that is inserted in bacteria اللي هو الإنسولين البشري with كاتل انسولين جين؟ اه عن طريق التهجين. انت عارف عن طريق الهايبردايزيشن، كل ما يكون في يعني في نيتروجينس بيز حصل كومبليمنت تكامل ما بينها كتير، تبقى في كومبليمنتري نيتروجينس بيزز، كل ما ده بيدل على ان ايه، ان الاثنين قريبين من بعض. فهنا بيقول لي باي هايبردايزنج ذا جين ذات از انزرتد ان بكتيريا اللي هو الهيومن انسولين وذ ذا كاتل انسولين جين. طب by using the recombinant DNA technology؟ لا. طب by cloning انساخ الهيومن دي ان اي سيكونس؟ لا. يبقى هنا اقدر اتاكد من فعاليته عن طريق ان انا اعمل له تهجين مع الدي ان اي اللي هو مع الجين بتاع الانسولين اللي تم ادخاله للبكتيريا. طب نيجي لنمبر 12 بيقول لي how many motor nerve fiber are required for moving 100 structural units of the skeletal muscle. طب نبص كده مع بعض. انا عندي الواحد من الموتور نيرف فايبر بيغذي عدد حوالي كده من 5 ل 100 ايه muscle fiber. تمام كده. طيب يبقى انا الاعداد طالما انا عندي هنا بيقول لي 100، يبقى انا ممكن 1 موتور نيرف فايبر يغذي ال 100 structural unit. الاستراكشر يونت اللي اسمها ايه؟ اسمها muscle fiber، اسمها muscle fiber. تمام. طيب هنا بقى مش جايب لي عدد واحد، بيقول لي من الى. طيب انا دلوقتي لو قلت
ان كل 5 محتاجين 1 موتور، مش هو بيغذي من 5 ل 100، يعني ممكن ال 100 يغذيهم 1 موتور نيرف فايبر، او ممكن ال 1 موتور نيرف فايبر يغذي 5. طب انا في الحاله دي هعمل ايه؟ اعمل له 100 ديفايدد 5 ايكوال كام؟ 20. اقول له يبقى من 1 ل 20، يا اما واحد نيرف فايبر موتور نيرف فايبر هو اللي يغذي 100 ماسل فايبر، يا اما لو على اساس ان كل 5 بس كل ماسل فايبر بيغذيهم 1 موتور نيرف فايبر، في الحاله دي انا هحتاج 20 موتور نيرف فايبر، يبقى العدد يتراوح من 1 لتوين. طب نيجي لنمبر 13، بيقول لي on examining a sample of nucleic acid، عند فحص عينه من النيوكليك اسيد، it is observed that the cytosine percentage، نسبه السيتوزين 15% والسيامين 15%. طب مستغربين صح ان السيتوزين يكون قد السيامين، يبقى اكيد ده مش دبل هيليكس كده، السيامين 15 والسيتوزين 15. What can you conclude about this nucleic acid؟ تستنتج ايه؟ It is composed of DNA molecule. لا، لو DNA molecule يبقى بيتكون من 2 strand، وكان ساعتها السيامين هيبقى equal الأدينين، او السيتوزين equal الجوانين، ما كانش ينفع ان السيامين والسيتوزين يبقى equal. طب It is composed of single strand of DNA. ده شريط واحد من DNA. طيب يبقى الانسر نمبر B. It is composed of molecule of RNA. ما ينفعش RNA، وانا قلت ان فيه سيامين، سيامين ده خاص بمين؟ بالDNA. طب the nature of nucleic acid can't be identified. ليه ما نقدرش نتعرف عليها؟ ليه؟ مش هو في سيامين يبقى ده DNA، بس الأدينين not equal سيامين، يبقى في الحالة دي ده single strand، شريط واحد بس. نيجي ال 14، بيقول لي هنا what is the expected time period between the replication and translation process when the bacteriophage replicates inside a bacterial cell. يعني عايز الوقت ما بين عملية الريبليكيشن وعملية الترانزليشن بالنسبة للبكتيريوفاج. طب نركز كده مع بعض. اولا انت عندك هنا، هوريك بس الشكل عشان تعرف ايه تطلع منه. بصوا معايا كده يا شباب، انا عندي الريبليكيشن هنا، بيقول لي بعد 15 مينت حصل الريبليكيشن ده، تمام. طب بعد 20 مينت حصل ايه؟ بدا يتكون البروتين كوت، يبقى ده كده البروتين ده يبقى عمليه ترانزليشن. يبقى احنا هنا ده ريبليكيشن، ده كده بدا يحصل ترانزليشن، ده في 15 مينت وده 20 مينت، يبقى الفرق ما بينهم 5 مينتس. الفرق ما بينهم كام؟ 5 مينتس. يبقى الانسر بتاعتي نمبر دي. طيب نيجي ل 15، بيقول لي هنا if you know that the efficiency of reproduction increase by increasing the female number. لو عرفنا ان كفاءة التكاثر بتزيد بزيادة انتاج الفيميل، بزيادة انتاج مين؟ الفيميل. بيقول لي هنا that share in the reproduction process، اللي بتشارك في عملية التكاثر. Which of the following is correct about the reproduction in each of aphid insect and honeybee. طب يلا نشوف. بيقول لي both of them depend on meiotic division. هو انا عندي الهاني بي بيعتمد على الميوتيك ديفيجن في انتاج الاكز بتاعته، اللي منها بيحصل سيكشوال ريبرودكشن ويتم انتاج الفيميل. اما الافد انسكت بتعتمد على ميوتيك وميتوتيك، لان في الميتوتيك بتجيب الفيميلز اللي هي بتيجي بالناتشرال بارسينو ايه جينيسيس، تمام. طب هاني بي ار ذا موست افيشنت، اقول له لا مش الهاني بي، ده الافد انسكت هو الموست افيشنت. طب ليه؟ هقول لك انا، عشان احنا عندنا الهاني بي بينتج الفيميلز من سيكشوال ريبرودكشن بس، يبقى الفيميلز هنا مصدرها سيكشوال ريبرودكشن اونلي. طيب امال ليه اخترت الافد انسكت؟ عشان الفيميل مصدرها حاجتين، بتيجي من السيكشوال ريبرودكشن، وبتيجي كمان بلس ناتشرال ايه بارسينو جينيسيس، تمام كده. يبقى هي اللي اكثر كفاءه، هنا بتنتج ناس من نوعين التكاثر. بوث اوف ذيم ديبند اون ميتوتيك ديفيجن. لا، الفيميل بتاعت افد انسكت بس، بتاعت الافد انسكت هي اللي ايه، هي اللي بتعتمد على الميتوتيك ديفيجن في انتاج اوفا، بتبقى الاوفا بتاعتها دي 2N، واللي بتنمو بالبارسينوجينيسيس، تمام، وتدي فيميلز، تمام كده يا شباب. عشان كده اخدت الاجابه نمبر سي. طيب نيجي هنا 16، بيقول لي which of the following mutation is considered the reason for increasing the petal size of sunflower. زيادة حجم البيتل، البيتل دي تعتبر يعني أوراق الفلاور، يعني يعتبر جزء من أورجان، فاللي بيساهم في زيادة حجم الأورجان
هل سوماتيك ولا جاميت ميوتيشن ولا كروموزومال؟ اقول له كروموزومال ميوتيشن. طب الكروموزومال ميوتيشن تكون في الاستراكشر ولا تكون في النمبر؟ لا تكون في النمبر. طب ليه؟ احنا اخدنا جزء في الكروموزومال ميوتيشن النمبر بيقول لي ان الاعضاء بتكون اكبر حجما ازاي. بصوا معايا كده يا شباب، انت اخدت الجزء ده اللي هو الجزء بتاع البوليبلويدي التضاعف الصبغي، فاحنا قلنا ان بيكون دوت مور كومن ان بلانت، ممكن في 3N و4N 6N 8N لحد 16N، وده بسبب الدبليكيشن او المالتيبل اللي هو التضاعف بتاع عدد من الكروموزومز في الجاميتس. تمام، قلنا بينتج عنه انديفيديوال ليها نيو تريت صفات جديده، لان كل جين في الحاله دي بيكون ممثل بعدد اكبر من الجينات، فبيكون تاثيره اكتر وضوحا. ازاي؟ ممكن تلاقي البلانت ده اللينس بتاعه اطول، تكون الاعضاء بتاعته اكبر حجما، وبخاصه الازهار اللي فيها الفلاور اللي فيها البتل والثمار، تمام، اللي هي الفروت. فعشان كده انا خدت كروموزومال ميوتيشن النمبر 17. بيقول لي the opposite figure represents the replication stage of influenza virus in which stage do the cyamine nitrogenous base start to appear. طب افتكر معايا كده، في نوت اخدناها بنقول ان الفيروس بتحتوي على الشفرة بتاعت الانزيم اللي اسمه reverse transcriptase enzyme. الreverse transcriptase enzyme ده بيستخدم في 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 تكوين شريط من الدي ان اي من الار ان اي. طيب يلا قلنا ده بيبقى موجود فين؟ ده بيبقى موجود في الفيروسات اللي مادتها الوراثية RNA. بص كده معايا، توجد شفرة انزيم النسخ العكسي ده اسمه reverse transcriptase enzyme، تمام، في الفيروسات اللي بيكون الجينوم بتاعها RNA، وده عشان تقدر تحول مادتها الوراثية من RNA ل DNA عشان تقدر ترتبط مع الـ DNA بتاع الهوست سيل وتضمن التضاعف بتاعها. طيب يبقى انا كان عندي ادي الفيروس، ادي الماده الوراثيه، بدات هنا بالريفيرس ترانسكريبتيز، ممكن نكتب هنا على السهم ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، قدرت بقى انها تكون مين؟ شريط من الدي ان اي، والشريط ده هيبقى شريطين عن طريق الشريط الثاني بيتكون بالدي ان اي بوليميريز انزيم، تمام. طيب يبقى طالما اتكون عندي شريط دي ان اي، يبقى في المرحله 3 بدا يظهر مين؟ السيامين، تمام كده. يبقى ده السؤال بتاعي. طيب نيجي للسؤال اللي بعده 18. بيقول لي ايه هنا بقى؟ What is the least number of tRNA types that are required؟ خلي بالك بيسأل عن اقل عدد من tRNA، من انواع tRNA required for building a polypeptide chain that consists of 20 type، 20 نوع من الامينو اسيد. يبقى على الاقل يكون عندي 20 type من tRNA، على الاقل ان يكون تي ار ان اي لكود واحد من كل نوع من الانواع دي، تمام. يبقى اقل حاجه يكون عندي 20 تي ار ان اي. طيب نكمل عندنا هنا 19. بيقول لي what is the difference between using the coil and the surgical sterilization as a contraceptive method؟ ايه الفرق بين استخدام الكويل واستخدام السيرجيكال استراليزيشن؟ استراليزيشن هو التعقيم الجراحي. نمبر اي، نون اوكيرنس اوف افيوليشن، عدم حدوث الافيوليشن. فانا بقول له لا، هو سواء سيرجيكال استراليزيشن او سواء الكويل، الاثنين بيحصل فيهم افيوليشن. طيب ستوبينج ذا منسترال سايكل، الاثنين ما بيحصلش فيهم ستوبينج منسترال سايكل، بتفضل شغاله فيهم هما الاثنين. يبقى الاثنين بيحصل فيهم اوفيوليشن، الاثنين ما بتتوقفش فيهم المنسترال سايكل. ريجوليتنج ذا هرمونال اكتيفيتي اوف ذا اوفري، اللي هو تنظيم النشاط الهرموني، تنظيم النشاط الهرموني بتاع الاوفري. ايوه تنظيم النشاط الهرموني بتاع الاوفري. طب ليه؟ علشان احنا عندنا هنا قلنا في الحالتين بيحصل اوفيوليشن، وطالما حصل اوفيوليشن في الحالتين يبقى احنا هنا بيتم تكوين الجرافيان فوليك اللي بتنتج هرمون الاستروجين، وبيتم تكوين الكورباس ليتيوم اللي بينتج هرمون البروجستيرون. فكده بقول له ريجوليتنج ذا هرمونال اكتيفيتي. بيقول لي هنا ديفرنس، لا هو كده مش ديفرنس، هما الاثنين زي ما احنا قلنا هما الاثنين ريجوليتنج ذا هرمونال اكتيفيتي اوف ذا اوفري. طب اوكيرنس اوف فيرتلايزيشن، هيبقى ده الفرق. الاوكيرنس اوف فيرتلايزيشن بيحصل في حاله الكويل، وما بيحصلش في حاله السيرجيكال سترلايزيشن بسبب الليجيشن اوف فالوبيان تيوب، لان هنا بيحصل ربط قناتي فلوب، فالسبير ما بتوصلش لمين؟ للسكندري اوسايت عشان تعمل ايه؟ سكند مايتيك ديفيجن، وتوصل لمرحله الاوفم ويحصل فيرتلايزيشن والكلام ده، تمام. يبقى هنا يتميز الكويل عن السترلايزيشن بالاوكيرنس اوف فيرتلايزيشن. طيب نيجي هنا اللي 20،
بيقول لي the opposite graph illustrates the relation between the structural support and physiological support in four plant cell. What are the least affected cell by shortage of water؟ أكيد الأقل واحدة تتأثر بنقص المية اللي هي معظم الدعامة فيها تكون structural مش physiological. طيب تعالى هنا، طبعا انا عندي الاستراكشر جايبها بالجرين والاورنج فيسيولوجيكال، فهنا في الاثنين وهنا الاثنين، وهنا في الفيسيولوجيكال اكتر، هنا الاستراكشرال اكتر، والفيسيولوجيكال صغيره جدا جدا، يبقى هي نمبر 4 دي اللي هي عندها الدعامه الفسيولوجيه قليله قوي، هي دي اقل واحده تتاثر بنقص الماء. تمام. طيب نيجي ل 21، بيقول لي ايه بقى في 21؟ if a cell of bee plant leaf contained 14 كروموزوم، بتحتوي على 14 كروموزوم في الورقة، أقول له الورقة دي سوماتيك سيل، وطالما سوماتيك سيل يبقى ال 14 كروموزوم ده يعني 2N. تمام. What is the total number of chromosomes that are present in pollen grain directly before germination؟ البولين جرين قبل الجرمينيشن بيبقى فيها 2 نيوكليوس، واحدة منهم اسمها تيوب نيوكليوس، والتانية اللي في الجنب هنا اسمها جنريتيف نيوكليوس، واي نيوكليس منهم بتبقى ان، فالنيوكليس دي ان ودي ان، يعني دي الان ما يكون هنا 14 يبقى الان هنا ب 7 كروموزوم، وهنا الان دي برضو ب 7 كروموزوم، يبقى عدد الكروموزوم اللي هيكون موجود، وبيسالني عن نمبر اوف كروموزوم، هيبقى 14 7 في كل نيوكليس من دول. تمام. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى نمبر بي. طيب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي the muscle fatigue take place due to the continuous exerted effort as a result of accumulation of lactic acid. عارفين المعلومة دي in muscle. And this case is common among people who practice sport. Which of the following sport lead to occurrence of hand muscle fatigue؟ يبقى أكيد لعبة بتعتمد على الهاند. Running for long distance، لا الليج. طيب الفوتبول، كرة القدم برضو الليجز. سويمنج كمان، تعرف بتاع العضلات بتاعت الشولدر والارمز، مش حوار الهاند بس. اما جيمناستكس هي دي بقى اللي هي الجمباز، بيعتمد على الهاند ماسل، فتبقى الانسر نمبر سي. نكمل عندنا هنا 23، شوف كده مع بعض. بيقول لي هنا which of the following characterizes the fruit illustrated in the opposite A figure. طبعا ده باينابل، وده خدناه في البارسينو كاربي اللي هو بيبقى الفروت وزود سيد، فبيقول لي it has endospermic seed ولا exoendospermic seed ولا false fruit ولا seedless fruit. اقول له seedless fruit علشان هي بارسينوكاربي. طيب 24، بيقول لي the opposite figure illustrate a human's embryo in one of its growth stage. which of the following doesn't take place at this stage؟ مين ما بيحصلش في المرحلة دي؟ heart beating، نبض القلب، لا بينبض. respiratory bilang، هو ده اللي ما بيحصلش لان الجازس بتوصله عن طريق البلاسينتا المتصله بالامبليكال كورد. تمام. لكن الريسبيراتوري باي لانج بيبقى افتر ديليفري، دايركت لافتر ديليفري، مع اول كراي صرخه بيعملها الامبريو، بيبقى ده اول ايه شغل للريسبيراتوري سيستم. سكس ديفرنشيشن، بتمييز الجنس في المرحله دي. تمام. سكيلاتال سيستم فورميشن، تمام كده، كل ده ما عدا الريسبيريشن باي لانجز. طب نيجي ل 25 نشوف كده مع بعض. بيقول لي هنا osteoarthritis is represented by، طبعا ده هشاشة العظام. تمام. by a defect in bone movement، في قصور هنا في حركة العظام adjoint، مشكلة في حركة العظام عند الجوينت or their movement disability، أو عدم القدرة على تحريكها. which of the following is a reason of this case؟ هل ligament tearing، تمزق الأربطة؟ طبعا انت عارف الأربطة هي بتحدد اتجاه الحركة، هي اللي بتحدد determine the direction of movement at joint، يعني هي اللي بتتحكم أو control بتتحكم في اتجاه الحركة، لكن الحركة نفسها دي بتعتمد ان الجوينت دي بتبقى فيها synovial fluid. لو قل synovial fluid ده بيتأثر، زي ما هو موجود عندي شورتج ان سينوفايل فلويد، اللي هي الانسر نمبر سي اللي هتبقى الاجابه بتاعتنا. لكن كلمه بارشال تيرنج ان تندون او كومبليت تيرنج ان تندون مش مقبوله كاجابه، لان التندون ده اللي بيربط المصل بالبون، وانت بتتكلم هنا عن بونز، ولو كان كلمني عن تحديد اتجاه الدايركشن بتاع البونز كنت خدت الليجامنت، بس هو هنا ما كلمنيش عن الدايركشن، بيقول لي عدم القدره على التحريك او مشكله في الحركه بتاعه الجوينت ده. فالجوينت دي معظمها طبعا زي ما انتم عارفينها بتبقى اللي عند العظام دي بتبقى كلها
سينوفايال جوينت، فاكيد في نقص في السينوفايال فلويد هو اللي سبب صعوبه في الحركه، لان انت لما خدت اساسا اللي بيعمله السينوفايال فلويد ده خدت ان هو بيسهل من حركه او انزلاق الغضاريف اللي بتكسو اطراف العظام عند المفاصل. يعني ممكن نشوفها كده مع بعض، عندنا كده السينوفايال فلويد اهو، السينوفايال فلويد اهو بيعمل ايه اهو، دي المفاصل الزلالية سينوفايل، بيحتوي على سينوفايل فلويد بيسهل من سلايدنج كارتيلاج اللي كفر الايه البونز تيبس. تمام كده. طيب نيجي ل 26 نشوف كده مع بعض، بيقول لي هنا ايه، the apical dominance اللي هي السيادة القمية is a known phenomenon in plant، بمعنى ايه، where their growth of the terminal bud، نمو البرعم الطرفي lead to stopping the growth of lateral bud. يعني انا في عندي ادي النبات مثلا ده كده برعم من طرفي، ده ينمو وده اللي في الجوانب، البراعم اللي في الجوانب دي تتوقف، يبقى نمو البرعم الطرفي اللي فوق ده بيوقف نمو البراعم الجانبية. In plant a farmer need to increase the growth of this plant branches، عايز يزود من نمو فروع النبات. What is the procedure، ايه الاجراء اللي ياخده that should follow to achieve this purpose، يعمل ايه، هل increasing the concentration of the growing tip، يزود التركيز الاكسون هنا برضو هيزود نمو اللي هو التيرمينال بود ده كده تيرمينال بود، وهيوقف نمو اللاترال بود. طب يعمل ايه، يعمل كاتنج للتيرمينال بود، اه لما يقطع التيرمينال بود هيزيد تركيز الاكسون في القمم بتاعه اللاترال بود ويحفز الالونجيشن او الاستطاله بتاعتها او الجروس بتاعها، يبقى اه كاتنج ذا تيرمينال بود. طب ادينج اوكسين تو ذا لاترال بود مع وجود التيرمينال بود من غير قطع مش برضو هيتوقف النمو بتاعه، لازم بس ان احنا نقطع الايه اللي هو الايه التيرمينال بود ده. طب كاتنج ذا لاترال بود، لا قطعهم، احنا لما نيجي نقطع نقطع التيرمينال بود عشان تنمو اللاترال بودز. طيب نيجي هنا ل 27 بيقول لي which of the following isn't from the characteristics of all hormones، مين مش من خصائص كل الهرمونات، عايز all hormones، هل all hormones are protein substance، لا في منهم ستيرويد، يبقى دي الإجابة. احنا عندنا ستيرويد زي الأدرينال جلاند كورتكس هرمون، هرمونات قشرة الغدة القزرية اللي فوق الكلية. طب internal secretion، اه internal secretion يعني كلهم بيتصبوا في البلد، اه تمام. طب ductless secretion، اه كلهم من غير قناة. the body needs them in small amount، اه in small amount ولو زادت عنها بيحصل هرمون ديس اوردر. طب نيجي ل 28 بيقول لي هنا what is the first lymphoid organ that is responsible for protecting the digestive system from microbes invasion، هل السليفري جلاند ولا باير باتشز ولا lymphatic node ولا tonsils، لا التونسلز. ليه؟ لانه قال لي ان هي pick up any microbes that enter with food and air، بتلتقط اي ميكروب بيدخل مع الفود او الاير فتبقى التونسلز. طيب نيجي بعد كده بيقول لي هنا what is the difference between macrophage and the natural killer cell، ايه الفرق ما بينهم، هل البرودكشن لوكيشن، طبعا انت عارف اي وايت بلاد سيل بيبقى مكان انتاجها هو البون مارو. طب الديفنس لاين، انت بتلاقي ان ال ان كي والماكروفاج موجودين عندك في السكند والثيرد لاين اوف ديفنس مع بعض، فما ينفعش اقول له ديفنس لاين. طب سبيشاليزيشن، هما الاثنين نان سبيشاليزد مش متخصصين، يعني الماكروفاج بتعمل فاجوسيتوزس المفروض لاي ميكروب، وبرده الناتشرال كيلر بتطلع الانزيمز بتاعتها على اي ميكروب، يبقى هما الاثنين نان سبيسيفيك. طب الاكشن ميكانيزم، اه لان الماكروفاج بتعتمد على عمليه اسمها الفاجوسيتوزس، عمليه البلعمه، وانها بتحتوي بداخلها على لايزوسوم بيحتوي على ديجستيف انزيم بيفتت الانتيجين بتاع الميكروب، اما الناتشرال كيلر بتعتمد على انها بتطلع انزيمز، الانزيمز دي بتدمر الانفكتد سيل ويز فيروس والكارسينوجينيك سيل. تمام. طيب نيجي هنا لنمبر 30 بيقول لي if the two muscles that are responsible for moving the forearm، لو العضلتين المسؤولين عن حركة الفور أرم are exposed to the arrival of two nerve impulses at the same time، يعني اتنين من السيالات العصبية في نفس الوقت. What is the expected result at that appear due to this، طب ده ينتج عنه ايه، هل the movement of forearm normally، لو كان وصل one nerve impulse يؤدي إلى حركته بصورة طبيعية، لكن اتنين يبقى كده مش هيتحصل الحركة stopping the forearm movement، اه عشان بسبب وصول سيالين مع بعض.
طيب the movement of forearm upward ولا upward ولا downward؟ لو كان وصل نيرف امبلس واحد وكان حدد لي كنا انا اقدر اقول الموفمنت دي هيبقى وضعها ايه، او اقول ان هو حتى هيتحرك بصوره طبيعيه، لكن كون ان يوصل اتنين من النيرف امبلس في نفس الوقت ده هيؤدي الى توقف الحركه في المكان ده، وان ممكن حد منهم يكون عكس الاخر. طيب 31 هنا بيقولي which of the following is correct about the illustrated immune response the opposite figure. نبص كده الاقي جايب لي فيروس، والفيروس ده الانتي بادي بتتجمع حواليه، دي طريقه انت عارفها اسمها نيوتراليزيشن، طريقه التعادل اللي بتعملها الفيروسات، تمام؟ ودي الهيلبرتي سيل، يعني بعد كده الهيلبرتي سيل عرفتها منين؟ من الريسبتور بتاعها اللي هو السي دي 4. الهيلبرتي سيل دي اللي هتنشط بقى السيتوتوكسيك تي سيل وتنشط الناتشرال كيلر عشان تقضي على الخليه المصابه بالفيروس. طب بيقول لي هنا تعالى هو عايز مين كوريكت عن الشكل ده؟ تيز ذا موست امبورتنت ميثود تو ريزيست ذا فايرال انفكشن، طبعا دي اكتر طريقه فعاله انه يعمل تحييد للفيروسات وبعد كده تشتغل السيلولار اميونيتي. طب ات نيدز ذا بريزنس اوف كومبلمنت، لا طريقه النيوتراليزيشن ما بتحتاجش كومبلمنت. ات لايز ذا مايكروبز كوت، لا هي ما بحللش غلاف لان هنا ما فيش كومبلمنت فمش هيتم تحليل الكود لان دي طريقه اسمها لايزز. طب ات تيك بليس ويز سولبل انتيجين، لا دي طريقه البريسبتيشن، واحنا الطريقه اللي احنا اللي فيها سولبل انتيجين دي طريقه البريسبتيشن، واحنا هنا بنتكلم عن طريقه اسمها نيوتراليزيشن. طيب نيجي ل 32 نشوف كده مع بعض. بيقول لي what is the purpose of meiotic division on the production of male gamete، ايه غرض الميوتيك ديفيجن عند تكوين الميل جاميت؟ هل reducing the number of chromosome، طبعا يعني بدل ما يبقى 2n ننزل ل n. طيب and increasing their number، طبعا انت عندك الواحده من السبور ماذر سيل في الهيومن بتنتج 4 سبيرمز، تزود عدد السيلز الناتجه اللي هي السبيرم، تمام الاجابه ايه؟ طب reducing the number of chromosome ده تمام. طب storing food، لا مفيش storing food مع الميل جميل، ده بيبقى في الفيميل جميل. distributing cytoplasm among cell equal، ده مش غرض طبعا، الميتوتيك ديفيجن اسمه reduction division، فالغرض منه هو اختزال عدد الكروموزوم للنصف. the constancy in the number of chromosome لسه قايلينها اختزال عدد الكروموزوم للهاف للنص. طب نيجي بعد كده ل 33 نشوف كده مع بعض. بيقول لي the golden rice is a new strain of the genetically modified rice اللي هو الأرز المعدة الوراثية where it is characterized by containing genes for producing provitamin A which is necessary for the eyes healthiness which of the following، ده طبعا فيتامين A ده مهم لصحة العينين. which of the following means is used for producing this strain، انهي تقنية تنفع؟ هل transferring genes of another strain of rice، لا مش نقل جينات لسلالة اخرى، احنا بنتكلم عن السلالة اللي هي ايه، السلالة الجديدة اللي هي مسؤولة عن انتاج برو فيتامين A. طيب هايبرد دي ان اي تكنولوجي، لا دي بتستخدم علشان نعرف مدى التكامل ما بين النوعين الدي ان اي. طب هايبردايزيشن بتوين تو ديفرنت سترين اوف رايس، طبعا التهجين ما بينهم، لا احنا محتاجين ريكومباينت دي ان اي تكنولوجي، ان احنا بندخل الدي ان اي من ليفنج اورجانيزم على خلايا كائن حي ايه اخر، تمام؟ فاحنا محتاجين ريكومباينت دي ان اي تكنولوجي. طيب نيجي هنا للسؤال اللي بعده. بيقول لي 34 some women suffer from non-formation of the corpus luteum، ما بيتكونش عندها الكوربس luteum after ovulation which lead to inability to give birth، وعشان كده ما بتقدرش انها تنجب اطفال. which of the following result from this case، هل incomplete growth of the ovum، لا الovum بيكمل نموها عادي في الجرافيان فوليكل. طب incomplete growth of endometrium، طبعا ليه؟ لان الكوربس luteum ده هو اللي بيطلع هرمون اسمه البروجستيرون، والبروجستيرون ده هو اللي بيعمل ايه، هو الانكريس ثيكنس اوف اندوماتيريوم وانكريس بلاد سبلاي، فعشان كده اخدنا الانسر اللي هي نمبر بي. شورتج ان ال اتش هرمون سيكريشن، لا ده ال ال اتش ده اهو، يعني هو بيقول لي ده هيؤدي الى نقص هرمون ال اتش، ده ال ال اتش هو المفترض ان هو بيطلع من الانتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند على اليوم 13 داي فروم بيجيننج منستريشن، وبيبتدي ان هو يروح يفجر الكوربس ليتيوم سوري الجرافيان فوليكل ويخرج منها سكندري اوسايت ويكون كمان الكوربس ليتيوم من الريمينز بتاعه الجرافيان فوليكل، فوجود ال اتش من قبل وجود الكوربس ليتيوم، فما ينفعش يقول لي ان غياب عدم تكون الكوربس ليتيوم هيؤدي الى نقص في تكوين هرمون ال اتش. شورتج ان استروجين، لا الاستروجين بيتم افرازه من الجرافيان فوليكل فهنا مش هيبقى شورتج اوف استروجين.
طيب نيجي ل 35، بيقول لي from the opposite figure which of the following stage contain histone protein only. طب يلا نشوف، ادي الكروموزوم بيتكون من 2 كروماتيد متحدين في نقطه اسمها السنترومير. الاحمر ده الدي ان ايه ملتف حول حاجات باللون الازرق، الحاجات اللي هي باللون الازرق ده الهيستون بروتين. هو بيسالني عن الهيستون بروتين اونلي، يبقى في المرحله 3. 3 عندي موجوده في الانسر نمبر سي. طب نيجي ل 36، بيقول لي هنا why does the ability of reproduction differ in each of the tortoises and turtle. ليه القدرة على التكاثر بتختلف في التورتويز عن الترتل؟ طب ايه الفرق ما بينهم؟ التورتويز دي السلحفاة اللي على الارض، تمام، والترتل دي السلحفاة المائية، سلحفاة مائية بتعيش في المية. فهل التورتويز اللي هي على الارض is more developed than turtle؟ هي دي سلحفاة ودي سلحفاة. الترتل is subjected to more hardship than turtle. اه، لان الترتل اللي بتعيش في المية، تمام، واللي كان اللي بيعيش في الميه بينتج نسل اكتر من اللي بينتجه الاقران بتاعته على اليابسه او على الارض. الترتل هاز لونجر لايف سبان. لا، دي ترتل ودي تورتويز، هما الاثنين سلاحف، بس هو الفرق في البيئه اللي بتعيش فيها. تورتويز بروديوس مور اجز ذان ترتل. لا، احنا بنقول ان اللي بيعيش في الميه هو اللي بينتج اكتر من اللي بيعيش على الارض، يعني الترتل اكتر، تمام. نيجي ل 37، بيقول لي the opposite diagram illustrate one of the action mechanism of the endocrine gland in the human body. What is the effect of hormone number 2 secretion on gland X activity. طب انا لازم ادي مثال عشان نفهم، يعني لو انا قلت لك مثلا الجلاند اكس دي البيتيوتري جلاند، ماشي، وطلعت هرمون 1 ده اللي هو TSH، اللي راح لمين؟ راح للجلاند واي اللي هي الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند دي اللي طلعت هرمون 2 اللي هو الثيروكسين. انا بفرض مثال لنفسي عشان اعرف اشتغل. طب هنا بيقول لي ايه تاثير افراز هرمون الثيروكسين على الغده اكس اللي هي البيتيوتري؟ لما بيتم في حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، لما بيزيد افراز هرمون الثيروكسين بتبتدي البيتيوتري جلاند زي تغذيه سلبيه راجعه كده انها تعمل ايه؟ انها تقلل من افرازها لهرمون التي اس اتش. يعني يحصل بقى اكتيفيشن ولا انهبشن؟ لا، انهبشن. يبقى بانتاج هرمون الثيروكسين يقل انتاج البيتيوتري جلاند للتي اس اتش، يبقى ده كده انهبشن. هو بيقول لي اكتيفيشن ولا انهبشن ولا نو افكت؟ لا، لها تاثير نيجاتيف فيدباك. اكتيفيشن زين انهبشن؟ لا، مش اكتيفيشن خالص، هو انهبشن. لما بيتم افراز ده بيتم تثبيط البيتيوتري جلاند وانها تقلل خلاص من افرازها لمين؟ للتي اس اتش. طيب 38، بيقول لي the opposite figure illustrate a mutation that took place in one chromosome during the ova formation of honey bee female. تمام كده. What is the result of division of the ovum containing chromosome X؟ طب يلا نشوف، انا ده كان الوضع الطبيعي، الكروموزوم X اصبح بينقصه الجزء A، تمام، والجزء ده زاد على الكروموزوم Y، يعني ده كده ناقصه جزء، ناقص جزء كده decrease in part of A chromosome X. طب بيقول لي what is the result of division of the ovum containing chromosome X. طب لما الاوفم دي يحصل لها division، division of ovum، تدي ميل ولا فيميل؟ لا، تدي ميل بالناتشرال بارسينو جينيسيس، تمام كده. طيب تدي ميل، يبقى انا اي اجابه فيها فيميل، هنا في فيميل مش هبص لها. طب نورمال ميل ولا ميل هاز جينيتك ديفكت؟ لا، هيبقى ميل هاز جينيتك ديفكت عشان في ناقص هنا جزء اللي هو بيحتوي على ايه، يبقى اخترت الانسر بتاعتي نمبر دي. كمل عندنا هنا 39، بيقول لي the following figure illustrate a section in two ovaries of a pregnant woman in a twin. What is the type of this twin؟ ايه نوع التوأم ده؟ طب بص كده، الاقي الاثنين اوفريز فاضيين، لما بيكون فيهم الكوربس ليتيوم بنعرف، يعني لو الاثنين كوربس ليتيوم موجودين في نفس الاوفري بقول ان ده مثلا ان كده دول توينز، التوينز دول فراترنال، ممكن يبقوا ايدنتيكال ان 6 او ديفر ان 6. طب لو كان في كوربس ليتيوم واحد برضو هنقول ان هم ايدنتيكال توينز وبيبقوا ايدنتيكال ان 6. طيب لو كان كل اوفري كان فيه كوربس ليتيوم هقول برضو ان هم فراترنال توينز، وممكن يبقى مي ان هم ايدنتيكال ان 6 ومي ان هم ديفر ان 6. فانا ما عنديش هنا اي كوربس ليتيوم، فيقول لي تو جينيتيكالي ديفرنت ميل، اللي عرفني ميل اند فيميل برضو مش عارف، هعرف ازاي تو جينيتيكالي ايدنتيكال فيميل؟ برضو مش فاهم، لان مفيش كوربس ليتيوم. طب ذا افيلابل انفورميشن ازنت سفيشنت فور ديتيرمايننج ذا توينز تايب. اه طبعا، المعلومات اللي انت مديها لي تو اوفرز والاثنين فاضيين دي معلومات غير كافيه على ان انا احدد نوع الايه التوينز، تمام. نيجي بقى لنمبر 40، بيقول لي هنا if hormone X affect different cell with the same effect، يعني الهرمون بيأثر على خلايا مختلفة بس بنفس التأثير،
والهرمون واي افكت اون ديفرنت سيل على خلايا مختلفه، هو هرمون واحد بيؤثر على خلايا مختلفه بديفرنت افكت. ده يفكرك بالاي دي اتش، مش الاي دي اتش ده كان بيأثر على الكدني تيبيولز، بيعمل ري ابزوربشن للووتر ويزود الكونسنتريشن بتاع اليورين، تمام. وكان بيعمل ايه برضو؟ بيأثر على السموث ماسل الموجوده في البلاد فيسل، بيعمل هاي بلاد بريشر، بيرفع ضغط الدم، تمام. يبقى اثر تاثيرات مختلفه على خلايا مختلفه. بيقول لي مين ممكن يمثل الاكس والواي. انا اتكلمت على الواي، قلت اللي هو الاي دي اتش. الاي دي اتش موجود عندي في الانسر نمبر ايه. طيب هل هنا الانسولين بيأثر نفس التأثير على الخلايا المختلفة او افكت ديفرنت سيل بنفس الافكت؟ اه معروف الانسولين بيعمل ايه. اول حاجة بيحفز دخول الجلوكوز جوه السيل، تمام، على اساس ان هو يحصل له اكسيديشن وناخد منه انرجي عشان الفيتال بروسيسز. والجزء الثاني من الجلوكوز الزايد بيتم تخزينه في الليفر وفي المصل على هيئه جلايكوجين. يبقى الانسولين بيأثر على الديفرنت سيل بنفس الافكت، تمام، اما الواي بيأثر على ديفرنت سيل بديفرنت افكت، وشرحناه. يبقى الانسر نمبر ايه. طب نيجي ل 41. 41 هنا بيقول لي ايه؟ ذا اوبوزيت فيجر الستريت فور ديفرنت ليمفاتيك سيلز، اربع خلايا لمفاويه مختلفه. What do the two cells represent in case X and in case Y؟ الأربعة خلي بالك، الأربعة lymphatic cell. فبيقول لي هنا helper T cell ممكن عشان ال CD4 ومعاها ماكروفاج. لا الماكروفاج مش ليمفوسايت، يبقى كده خلاص الإجابة دي وقعت. طب helper T cell و B cell ممكن لأنها بتنشط ال B cell. suppressor T cell ممكن عشان مستقبلها CD8. وماكروفاج لا، ماكروفاج وقعت الدنيا لأنه بيقول لي إن الأربعة lymphatic cell. طيب هيلبر تي سيل وبي سيل ماشي قلناها تنفع، الهيلبر تي سيل مستقبلها سي دي 4 وبتنشط البي سيل. سبريسور راحت فين؟ وسيتوتوكسيك، سوري، وسيتوتوكسيك تمشي برضو لانها بتنشط السيتوتوكسيك تي سيل. السبريسور تي سيل عشان مستقبلها سي دي 8 والبي سيل اه بتظبط الخلايا الباقيه، يبقى والاربعه كده لمفاويه، يبقى الانسر بتاعتي نمبر سي. طب ما كانش ينفع سبريسور تي سيل؟ لا ما ينفعش الاكس تبقى سبريسور لان المستقبل هنا سي دي 4، فكده الكلام غلط، المفروض تبقى هيلبر تي سيل. حتى كل الاجابات بادئه بهيلبر تي سيل، تمام. اجي 42 بيقول لي هنا انتي بوديز ديفر from each other according to shape and size and concentration and the IgG antibody is considered the smallest، أصغر واحد حجما، and the most abundant in number، يعني عدده كتير وحجمه صغير. Which of the following characterizes this antibody from IgM؟ IgM ده أكبر الأجسام المضادة حجما، عنده 10 binding site، 10 مواقع ارتباط. فبيقول لي بيختلف عنه في the possibility of passing the membrane of infected cell with virus. لا طبعا، ليه؟ لان انت خدت معلومه في اخر الهماره الاميونيتي بيقول لك ان الانتي بوديز ما بتكونش فعاله مع الاصابه بالفيروس لان بيبقى حجمها كبير وصعب انها ما بتعديش. اهو بصوا كده بيقول لي هنا الانتي بوديز ما بتكونش افكتيف في تدمير بعض الخلايا زي الانفكتد سيل وذ فيروس لان الانتي بوديز دي غير قادره على مرور البلازما ممبرين بسبب ان جزيئاتها كبيره الحجم نسبيا، عشان كده ما بتقدرش توصل للايه، للفيروس. فما ينفعش ان اقول له هنا امكانيه انها تمر من خلال الانفكتد سيل وذ ايه، وذ فيروس. طب بيرفورمينج اجلوتينيشن رياكشن، اقول له لا ده الاي جي ام هو اللي بيعمل اجلوتينيشن. طيب performing neutralization reaction، محددش في neutralization reaction ان ال IgG شغال فيه. طب the possibility of passing through placenta to the embryo blood، اه طبعا، ليه؟ انت عندك الانتيبادي موجود في البلد والليمف، والبلاسينتا دي عبارة عن المكان اللي بيلتقي فيه البلد كابيلرز بتاعت كل من المزر والامبريو، يعني فيها بلد والانتيبادي بتبقى موجودة في البلد بلازما، تمام. يبقى اه ممكن تبقى موجودة هنا، واختار الانسر نمبر دي. نكمل اخر صفحة معانا هي شباب 43. بيقول لي هنا which of the following graphs illustrates the change in the osmotic pressure، الضغط في التغير في الضغط الاسموزي، on putting a living plant cell in distilled water، في ماء مقطر، for a period of time then transferring it to salty water. طب يلا نقول osmotic pressure كانه بيقول لي concentration، تمام. انا دلوقتي لما حطيتها في distilled water، تمام، فكده تركيز ايه منخفض، فالضغط الاسموزي هيقل. طب وبعد كده لما تحطها في سولتي سوليوشن الاوزموتيك بريشر بيزيد. انت خدت علاقه في ثانيه ثانوي دايركت ريليشن بتوين الاوزموتيك بريشر والكونسنتريشن اوف سوليوت، يعني كل ما بيزيد تركيز الذائبات كل ما بيزيد الاوزموتيك بريشر. ففي الاول في الديستلد ووتر الاوزموتيك بريشر هيقل، وبعد كده الاوزموتيك بريشر ايه هيحصل له، ايه هيزيد. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى نمبر ايه، تمام. نيجي ل 44
بيقول لي هنا from the opposite figure if cell A is infected with virus. A infected with virus يبقى number one اللي هي بتطلعها تروح ل C يبقى دي interferon، لأن الخلية المصابة بالفيروس interferon بتنتج interferon وتروح ل C اللي هي healthy cell الخلية السليمة المجاورة ليها. تمام، فبيقول لي هنا ايه بقى؟ what does each of the following of the two cells B and C represent respectively. طب يلا نشوف، B بتشتغل على infected cell with virus يبقى B يا اما T cytotoxic يا اما natural killer. طب يلا نشوف، بيقول لي هنا cytotoxic T cell و C هي الهيلثي سيل، ايوه هي الهيلثي سيل، يبقى الاجابة ايه؟ طب بيقول لي killer T cell، ما هي killer T cell هي T cytotoxic، و infected cell لا دي مش infected دي سليمة، دي اللي infected دي كده الهيلثي، يبقى كده ما ينفعش بي سيل وميموري سيل ما ينفعش. انا قلت لك الاجابه اللي في الاول بيشتغل على انفكتد سيل وز فيروس، يا اما تي سايتوتوكسيك يا اما ناتشرال كيلر. طب نيجي بقى لاخر سؤالين اللي هما الاسي كويشن. اول سؤال منهم بيقول لي ايه؟ اف ام ار ان اي ستراند بيحتوي على 15% ادينين و 20% سيتوزين و 40% جوانين و 25% يوراسين. If you knew that the total number of nitrogenous base بتاع mRNA 300 bases and the stop codon والكودون الستوب كودون اللي كان في نهاية mRNA عبارة عن UAA، بيسألني what is the number of hydrogen bond، ايه عدد الهيدروجين bond which are formed among the tRNA molecule and this molecule. يعني لما بيجي ارتباط tRNA مع mRNA ايه عدد الهيدروجين bond ما بينهم، واكسب لين يور انسر. طب يلا نوضح، انا لما يكون عندي هنا الادينين 15% اقول له انت لو عايز تجيب الادينين هتاخد ال 15 وتضربها في 300 وتعملها ديفايدد 100 هيطلع لك عدد الادينين، نطير الزيروهين والزيروهين و 3 باي 15 هتبقى 45 ادينين. طيب نعمل حاجه تانية، من اللي بعدها 20 سيتوزين، اقول له انت لو عايز عدد السيتوزين تضرب 20 في 300 divided كام؟ divided 100، طير الزيروهين دول مع دول يبقى كده 3 by 20 equal كام؟ 60. طب عايز تجيب مين كمان؟ 40% جوانين، اقول له ماشي انت عايز تجيب الجوانين هناخد ال 40 واعملها by 300 divided 100، اطير الزيروهات دي مع الزيروهات دي يبقى ال 3 by 40 equal 120. طب عايز تجيب مين فاضل؟ 25 يوراسيل، بقول له اليوراسيل equal 25 by 300 divided 100، اطير الزيروهين هنا و 3 by 25 equal 75. طيب قبل ما نتحرك بقى في الاعداد دي قال لي خلي بالك ان انت عندك الستوب كودون UAA، اجي على الاي ونقص منهم 2 لان الستوب كودون ما بيترجمش، يبقى بدل ما هي 45 انقص منها 2 يبقى هتبقى 43، واجي على اليوراسيل اللي هو 75 انت عندك يو واحده هنا هننقص منهم 1 هيطلع معايا 74 يوراسيل. تمام كده يا شباب شايفينها؟ طب وبعدين انت عايز من ايه؟ عايز عدد الهيدروجين بوند، اقول له طب بما ان انا عندي الادينين بيرتبط مع اليوراسيل بتو هيدروجين بوند، تمام، وعندي الادينين بيرتبط مع اليوراسيل والجوانين بيرتبط مع السيتوزين بثري هيدروجين بوند، نبتدي يقول انا طالما انا عندي همشي كده قصاد، طالما انا عندي هنا ادينين 43 يبقى هيرتبط هنا مع اليوراسيل، اليوراسيل برضو هيبقى 43. تمام، نعمل الشرطه بتاعتنا دي كده، هنا السيتوزين كام؟ 60، يبقى هيرتبط مع جوانين كام؟ جوانين 60. زي طب اعمل هنا، انا عندي الجوانين هنا ب 120 يبقى هيرتبط مع سيتوزين بستري هيدروجين بوند اهو، يبقى ده برضو 120. طب اجي هنا لليوراسيل، اليوراسيل كام؟ 74. تمام، يبقى هيرتبط هنا بتو هيدروجين بوند مع الادينين، يبقى الادينين هنا بكام؟ ب 74. طب انا هعمل ايه؟ ادي عندك الرقم وعندك عدد الروابط، هضرب هنا ال 43 نبتدي. طب نعملها فين؟ اعملها لكم تحت هنا اهو، نعملها هنا يا شباب اهو، انا هاخد ال 43 دي، ال 43 دي واضربها باي 2 اللي هو عدد الهيدروجين بوند، 43 باي 2 واقول له ايكوال، وهاخد هنا ال 60 باي 3، 60 باي 3 واقول له ايكوال، وعندي 120 باي 3 برضه، 120 باي 3 واقول له ايكوال، وهنا كام اخر حاجه كام؟ 74
باي كام تو واقول له ايكو. طب يلا انا عندي هنا ال 2 باي 3 ايكوال 6 و 2 باي 4 ايكوال 8 تمام، وهنا ده 180 تمام، وده هنا 360 تمام كده. طب وهنا 150 نشيل منها 2 يبقى 148. طب يلا نجمعهم كلهم عشان نعرف التوتال نمبر بتاع الهيدروجين بون. 6 و 0 و 8 6 و 8 كام 14 4 اند كاري 1 هنا 9 و 8 17 و 6 هتبقى 23 هنا و 4 27 يبقى حط 7 وكاري 2 2 1 3 3 و 3 6 و 1 7 تطلع معايا 774. يبقى اقول له ان الريزلت النهائي اقول له كده number of hydrogen bond equal 774. دي 4 يا شباب واحنا كاتبينها اهي واضحه خلاص كده. طيب نيجي للسؤال التاني، what is the required time for 1 month old human embryo؟ يعني جنين انسان عمره شهر محتاج قد ايه وقت in order to differentiate his male genital organ؟ بعد الشهر محتاج كم week؟ 2 weeks. طب ليه 2 weeks؟ اقول له كده هو بيقول لي explain as the two testes اقول له هنا differentiate او بتتكون او بتبتدي تتكون after 6 weeks from beginning pregnancy من بداية البريجنانسي اللي هو الايه الحمل. تمام كده يا شباب، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى تكونوا فهمتوا. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون جنرال اكزام 12، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.